السلام عليكم، شكرا سي حسن، شكرا أستاذة سعاد، تبارك الله عليكم. وقبل ما نبدا غنبغي ان شاء الله نحتفلوا مره اخرى ونحتفلوا تبارك الله بالنساء اللي قدروا في هذه الايام هذو يحققوا انجازات كبيره تبارك الله. أستاذة اسماء صراخ اللي حققت جراد مانجر، الأستاذة رحيمه والأستاذة امال اللي قدروا تبارك الله يجيبوا يوصلوا لجراد مهمين. وهذا الشيء كيأكدوا على القوة ديال الفريق، الريادة ديال الفريق ليدرشيب تيم. صراحة فريق رقم واحد في المغرب، نظرا لهاد لي زاكتيفيتي اللي كيدير ديما، هاد لي بريزونطاسيون، هاد التكوينات اللي كيكونوا دائما بشكل مستمر. شكرا أستاذة سعاد اللي عطاتني الفرصة اليوم نهضر على هذا الموضوع اللي مهم ومهم بزاف بزاف بزاف. وكما كتشوفوا معنا في العنوان الكاتر سي سي هي your basic path to achieving all the great things in the business. دونك اللي قدر يحقق الكاتر سي سي واللي خدم على كاتر سي سي ودارها كأوبجيكتيف، فكون أكيد أنه غيقدر يحقق جميع التشالنج ديال فوريفر، يوصل لجميع لي كراد ويحقق أي حاجة. وهي غير تولي عنده الكاتر سي سي كعادة ما كيتنازلش عليها. ونحاولوا إن شاء الله اليوم نفهموها مزيان ونشوفوا كيفاش نقدروا نحققوها. دونك غادي إن شاء الله اليوم غادي نهضروا على 3 نقاط مهمة. دونك غنشوفوا شنو كنعنيو بالكادر سي سي، وغنشوفوا كيفاش نقدروا نحققوا الكادر سي سي، وغنشوفوا الأهمية ديالها في البيزنس ديالنا. دونك الكاتر سي سي، الشركه ديال فور ايفر كيف ما كتعرفوا هي شركه انترناسيونال عالميه باش دير واحد التكافؤ ديال الفرص. فتقريبا دارت واحد العمله ديالها وحده ياك اللي كان قصدوا بها البوان كريدي ولا الكيس كريديت، فهي نقطه الصرف. كيف ما كتعرفوا 162 دوله، كل دوله عندها تقريبا العمله ديالها. كاين امريكا عندها الدولار، كاين الاتحاد الاوروبي الاورو، كاين المغرب عنده الدرهم المغربي. فهما باش يخليو يكون تكافؤ الفرص بين الدول كاملين من ناحيه تحقيق الارباح، من ناحيه لي غراد، من ناحيه لي تشالنج. فداروا هاد السي سي. فشاك برودوي اللي عندنا في لي برودوي عنده السي سي ديالو. هنا كاين اكزومبل، مثلا فوريفر كالسيوم عنده 0.096، البيدو دار وفيغال اللي كيعرفوا كل شيء عنده 0.101. فجميع لي برودوي اللي عندنا في المنتوجات ديال فوريفر كل واحد عنده نقطة الصرف ديالو. هذه هي السي سي، وهي اللي كنحققوا بها الأرباح، وهي اللي كنعرفوا بها الأرباح شحال كتقدر توصل ليها، واللي كنحققوا بها لي كغاد بالنسبة للناس اللي كي ايفوليو في البروجي وكيمشيو به. دونك كيفاش قدروا نحققوا لي كاتر سي سي؟ غادي نهضروا على 3 نقاط مهمه في هذا العرض ديال اليوم ان شاء الله، اللي كنتمنى نكون موفق فيه باذن الله. النقطه الاولى اللي غادي نهضروا عليها هي لا كونسوماسيون ديال البرودوي. لا كونسوماسيون ديال البرودوي الشيء اللي صراحه احنا في حاجه ليه، نظرا للقوه ديال المنتوجات ديال الفورم، واللي هو اللي كان السبب رقم واحد في الدخول ديالي انا للبيزنس هو لا كونسوماسيون ديال البرودوي. حيت خديتهم وحسيت بلا فالور اجوتي ديالهم في الكور ديالي، وحسيت بلا فالور اجوتي ديالهم في الوسط ديالي العائلي وفي لونتوراج ديالي اون جينيرال، واللي عطاني القوه انني نقدر نبدا البروجي وانني نتشارك هذا الشيء مع الناس بكل اريحيه وبكل ثقه في النفس. هو لو برودوي بطبيعه الحال. دونك منين كتكونسومي البرودوي فانت كتعرف على القوه ديال المنتوج. باغ اكزومبل انايا التجربه ديالي منين بديت فور ايفر في 2023، كانت خديت مجموعه ديال لي برودوي اللي عندهم علاقه بالسبور، عندهم علاقه باللياقه البدنيه، عندهم علاقه بانني نقص الوزن ديالي. فصراحه كنت حاولت من قبل انني نقص الوزن ديالي ونحافظ على اليمسي ديالي بطرق عاديه، فما قدرتش. لي برودوي عاونوني بشكل كبير، وهذا الشيء لاحظوه في الناس في لونتوراج ديالي في الخدمه ديالي في بني ملال، هو اللي مكنني انني هما يقول لي مثلا جبنا هاد لي برودوي فبديت كنتقاسم. دونك
الان سي سي في الكاتر سي سي كاين الان سي سي الاول، يأكدوا للناس ديال الفوريفار ولي ماناجر والناس اللي يقدروا يحققوا يمشيوا بعيد في البروجي على لا كونسوماسيون، على الاستهلاك ديال المنتوجات تقريبا يكون ان سي سي باغ موا. ما انت كمقاول والعائله ديالك لا كونسوماسيون ضروري كتكون في الدار، ضروري تقدر توصلها لان سي سي وخصك توصلها. وكما كتعقلوا الجميع كان كما عاود لنا فيليب دي كوتيني الشيف دو بول ديال بول ديال فرانس كان قال لنا واحد الشهر انه كان يقدر يحقق 6 ديال لي سي سي، كان دارهم دي باريناج، ومنين جا الوقت انه يدوزوا ليه المدخول ديالو ما داش ليه، فعيط الريك سولو قال ليه راك ما هاد الشهر ما درتيش الان سي سي اكتيف ديالك. هنا علاش باش ياكدوا لنا على الاهميه ديال لا كونسوماسيون. والصراحه شوف منين كتشوف لا كاليتي ديال لي برودوي اللي عندك، ملي كتفهم شنو هي الاوميغا 3 وشنو كتقدر دير جولي رويال البروبيوتيك بي، فهذاك الشيء كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه طالعه ياك، فكيخليك ديما ضحك ديما فرحان ديما كتحضر على لي برودوي بشغف، فهاد الشيء هو اللي كيجذب الناس ليك. دونك راه هي لا باز، لا كونسوماسيون ديال البرودوي هي لا باز. هاد الشيء علاش اشاك فوا كيقولوا لنا حنا راه ماشي ضروري تتعلم تقرا الماركتينغ ولا تقرا، غير كونسومي لو برودوي وبارطاجي هادشي مع الناس. ملي كتبارطاجي مع الناس وكدير معاهم السويفي كيجيو ناس اللي ياخذوا من عندك البرودوي، كيجيو ناس اللي هما هذوك الزبناء ديالك يقول لك نبدا معاك البروجي. دونك ملي كتسالك البرودوي كتقتنع وكتقاسم التجربه ديالك بكل ثقه في النفس، وانت متاكد هذاك الشيء اللي غتقولوا الناس راه غادي غير يعاونهم، وهذا الشيء كيعطيك الاستمراريه وهي لا باز. هذا الشيء علاش القوة ديال الكاتر سي سي هو أنه داخلة فيها لا كونسوماسيون ديال الكود والاستهلاك ديال المنتجات. الأمر الثاني هو أنه أن سي سي الثاني تقدر تجيبه، خصك تقدر تجيبه من المبيعات، يعني أنت كتبارطاجي مع الناس مع الزبناء ديالك مع ليست كونتاكت ديالك، كتبارطاجي معاهم لي برودوي شنو كيديروا، فهما غالبا كاين اللي كيقول لك كيكونوا تجارب مشتركة كيقول لك جيب لي لي برودوي. والصراحة الفريق ديال ليدرشيب تيم مسهل علينا هذه المأمورية هذا بهذاك الكتاب اللي كانوا صعيبوه مؤخرا، كتاب رائع جدا جدا جدا، كيسهل عليك انك تبارطاجي التجارب ديال الناس، وكاين تجارب ديال ناس اخرين تبارطاجيهم والتجارب ديالك، فكيسهل عليك هذه العملية ديال البيع. خاص تكون غير الطاقة ديالك طالعة وتكون تايق في هذاك الشيء اللي كدير، دونك هذا الشيء كيسهل علينا هذه العملية ديال البيع. دونك كيف ما قلنا الان سي سي الاول كديرو كونسوماسيون بيرسونيل، الان سي سي الثاني كديرو من خلال المبيعات. وهذوك الناس اللي كيكونوا عندك سواء زبناء جدد ولا زبناء قدام وكدير معاهم السويفي، هما النيت كتقدر دير معاهم احتضانات، ولا الناس الجداد اللي تعرفتي عليهم كتبارطاجي معاهم كتشارك معاهم المشروع، وهما النيت يقدروا ياخذوا يبداو معاك البروجي. وفي هذا المجال عاوتاني الفريق ديال ليدرشيب تيم مسهل علينا هذه المساله، هو انه دائما كيكونوا دي بريزونطاسيون بريزونسيال في جميع في اغلبيه المدن في المغرب، الرباط، كازا، قنيطره، دابا ان شاء الله طنجه. هاد العمليات كيسهلوا علينا هاد العمليات ديال الباغيناج. دونك انت هذوك الناس اللي بارطاجيتي معاهم ولا اللي تعرفتي عليهم جداد كتانفيتيهم، ولا كدير دي زابيل اتخوا مع لي ماناجر ديالك وكتحاول توصل لهم الميساج كوريكتومون. فكل اللي كيدخل غير باش يستافد من هذاك الكوميسيون انه ياخذ لي برودوي ناقص 30%، حيت ديجا خدا لي برودوي وجربهم وعرف لا فالور اجوتي وعاش وعنده تجارب معاهم وعرف دي شونجمون في حياته، فكيبدا معاك البروجي هو اللي تقدر تعلمه يدير الكاتر سي سي. وهنايا فين كنهضروا على القوه العظيمه ديال الكاتر سي سي، هو انه منين كديرها بهذه البساطه هذه، كدير ان سي سي كونسوماسيون بيرسونيل، كدير ان سي سي مبيعات، كدير دو سي سي باغيناج، عندك 30 يوم لي كونتاكت اللي كتعرف ولا دي كونتاكت غتتعرف عليهم جداد، ميمكنش ما ديرهاش الا ركزتي عليها مزيان وحطيتيها هي كهدف. زعما الا درتي لي زاكسيون ديالك شاك جو، وانا الوقت اللي كنت خدمت على لي تشالنج وكنت حاطه في راسي كنت كنديرها صراحه، وكتسهل كتولي تبان لك امور اخرى، ولكن
غير الكادر سيسي، دير غير الكادر سيسي ودير العمليه ديال الاستنساخ، دير العمليه ديال انك توريها الناس الاخرين تقدر تحقق جميع الاتجاهات، جميع القوه. انت ملي كدير كادر سيسي وعندك واحد خمسه ديال الناس في الفريق ديالك كتعلمهم يديروا الكادر سيسي، الا هذوك خمسه ديال الناس علمتيهم يديروا كادر سيسي فانت جبتي في الشهر الاول تقدر تجيب كراد انيماتور. كندوزو عاوتاني، هذوك الخمسه ديال الناس هما تعلمهم يعلموا الناس اللي معاهم في الفريق يديروا الكادر سيسي ديالهم. فكون اكيد، كون اكيد الا مشيتي بهذه البساطه وبهذه السهوله وبهذه الليونه في البروجي تقدر توصل لواحد المستوى بليس لانفين، المستوى اليميت. وهذه هي العقليه اللي كنامنوا بها حنايا في البروجي، حنا راه نسولها فهمتوني، كتامن بواحد العقليه اللي انك تكون اليميتي بشكل بسيط وغير تبع الخطوات هذو. دونك المواكبه للفريق ديالك والسهر على استفاده من التكوينات، صافي هنايا كتسهل عمليه لا ديبليكاسيون. لا ديبليكاسيون هو ان هذاك الشيء اللي تعلمتيه اللي كتبارطاجي معاهم لي برودوي اللي كتاخذ، وكتبارطاجي معاهم كيفاش كدير هذوك المبيعات، كتبارطاجي معاهم كيفاش تشارك مع الناس للمشروع. فكون اكيد انه تقدر تشكر توصل لواحد المستوى اللي غير محدود. دونك كيما هضرت لكم قبل على المزايا ديال الفريق ديال ليدرشيب تيم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله حنا كنشوفوا النتائج بعينينا، حنا تبارك الله كاين نساء قدروا يحققوا نتائج كبيره في ظل هاد الناس اللي كيقولوا الازمه وكيتشكاو، فالانجازات كاينه. دونك البروجي خدام في كل الوقت، خاص غير شكون اللي يكون واجد للبروجي وشكون اللي يقدر يكونسومي ويقرا ويدير ويتبع، يتبع لي برودوي. فهكا تقدر توصل لواحد النتائج اللي كبيره ان شاء الله. دونك هنا غير هاد الديابوزيتيف كيلخص لينا داك الشيء اللي قلت. ف يوز ذا برودكت يعني تستعمل المنتوجات، وكما اكدت من قبل على انه حنا في حاجه ماسه الى المنتجات. ونأكد لكم هذاك الشيء من خلال الخبرة ديالي في الدومين ديال الصحة. أنا كنخدم إطار صحي كيف ما تقريبا كيعرفوني أغلبية ديال المقاولين، ونأكد أنه هاد المزايا ديال هاد لي برودوي فهما كيحميوك من الأمراض وكيخليوك تبقى أون بون سونتي، وكيعاونوك في الظهور ديالك في الفيزيك ديالك تكون مزيان صراحة. العقلية اللي والطريقة والاحترافية اللي محطوطين بها لي برودوي، أنا لا أعتقد على أنه كاين شي منافس. لا أعتقد من خلال هادشي اللي شفت، من خلال ديك الكاليتي عرفتوا، راه كاين دي برودوي راه حنا مازال ما وصلناش هنايا، راه كيف ما كيتحطوا كيسالوا. كاين داك المارين كولاجين، كاين دي برودوي ابار، حنا نهضروا على لي برودوي اللي داخل لي برودوي اللي عندنا في المغرب، راه داكشي تبارك الله لا كاليتي طالعه بزاف. منين انت كتامن بهذا البرانسي وكتكونسومي لي برودوي وكتوصل الميساج ديالك بحراره وبشغف، فكون اكيد غادي يجيوك مبيعات. كون اكيد غير الواحد يدوي يدوي ويدوي ويهرس الحواجز، شير ذا برودكت يعني. نصح الناس بلي برودوي، الناس محتاجه لي برودوي. عرفتي واش باش تلقى حل للبروبليم ديال مثلا المفاصل، راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل. انا خدام في لوبيتال تقريبا، وخدمت في لوبيتال بيبليك وخدمت في بريفي تقريبا دابا شي سيزون، والوالده ديالي سنين وهي كتعاني من مشكل ديال المفاصل، ديما غادا عند الميدسان، ديما لي زونتي انفلاماتوار كيضربوا في ليستوما ديالها. هاد السيكل عشته مده طويله في حياتي. منين جربنا هذاك سميتو الباك ديال لارتيكيلاسيون، كيبانوا النتائج كتبان بشكل صراحة لا يوصف. فانت ملي كتشوف هذه القوة ديال هذا القدوي وكتشارك مع الناس بهذا الشغف وبهذا الحب، كن اكيد غيجيو مبيعات. وهذوك الناس الا درتي السويفي، كما كيأكد اريك ووري على السويفي، انه السويفي التتبع يساوي الثراء. دير السويفي بطرق ذكية والاجندة خدام ديما، سويفي شنو درتي، شنو خديتي في البرودوي، خديتي خصك تاخذ هذا، نعيط للمانجر نسولو، لا راه هذا خدا، واش نزيدو، واش سميتو، شنو ندير. كون اكيد هذاك الشخص غياخذ من عندك برودوي واحد اخر، وغتلقاه مقاول معك في الشركه. وهذا الشيء اللي غيخليك انه دير لي ديستريبيتور الجداد، وتكبر في تكبر الريزو ديالك كما كنقولوا،
هذا الشيء غيخليك الى خديتي هذا الشيء كعاده، خديتي انه تحقق بواحد البساطه، ولكن دير لوبجيكتيف انك ديرو شاك فوا، شاك شهر، شاك موا، فهمتيني؟ كون اكيد انه النتائج غتبدا تبان، غتبدا تبان، وكل ما انت كتستمر فداك الشيء كيكبر، كيكبر لواحد النيفو اللي انت من بعد ما تفهموش. دونك الاهميه راه هضرنا عليها من قبل، كما قلت لك كتخليك كتخصيصك كتخليك تطلع من ليفل ليفل واحد اخر. انت راه كتطبق واحد القاعده اللي بسيطه وميم طون هي راه قويه بشكل كبير، دونك هي الاساس بناء الفريق والتنميه ديال المشروع، وهي اللي غتخليك ترقى ترتقي في الليفل ديال لي غراد ديال فوريفر، تطلع من انيماتور، من انيماتور ادجوان لانيماتور، من انيماتور المانجر ادجوان، من مانجر ادجوان المانجر، من مانجر هذوك النيت الى علموهما دي زوتر يديروا الكاتخسيسي ديالهم، فكون اكيد غتوصل المانجر سينيور اسور ان شاء الله، كل شيء كيبقى غير مساله وقت. والارباح ديالك من طبيعه الحال كتطلع. والامر الثاني اللي ما ذكرتوش هو انه منين كتاخذ الكاتخسيسي انك ديرها كل شهر، فكيولي عندك واحد المدخول اللي هو قاع، فهمتيني؟ كل ما انك كدير الكاتخسيسي كل شهر كيولي عندك مدخول ثابت، انه راه يكون اكيد في هذيك 13 في الشهر غدوز لك واحد البركه ديال الفلوس على حساب الجهد ديالك، وغتستافد كذلك من لي سي سي ديال الفريق ديالك. وهاد الكونديسيون اللي رائعه بزاف دايره فور ايفر، انها كتخليك تنوض تخدم، تنوض تخدم على راسك وتخدم مع ليكيب ديالك، حيت لما درتش كاتر سي سي راه ما غتاخدش، ما غتستافدش من لي سي سي، من لي سي سي ديال اللي دارها الفريق ديالك. هنا كتهرس داك انه تقدر غير تدخل تولي انسان استغلالي صافي، تدخل وتبقى مريح وتسين الفلوس ديال لي سي سي اللي داروها الفريق ديالك، يدوزوا لك الارباح. فهاد القاعده هذه صراحه عجبتني بزاف، ومني كنبارطاجيها بحال هكا مع لي بروسبي ما كيلقى ما يقول صافي كيتصدم، حيت الصراحه زوينه. وهنا ديال القوه ديال البلو ماركتينغ والقوه ديال الكاتخصيصي، فكدير الكاتخصيصي عاد كتستافد من الارباح ديال الفريق ديالك. وكما قلت لكم انه الا كنتي كدير الكاتخصيصي كل شهر فالارباح كتكون عندك بشكل ثابت، راه كل شهر راك كتدخل الفلوس، وهذه حاجه مزيانه لانه غتخليك كل مره تزيد تطلع النيفو كثر، تزيد تطلع النيفو كثر، توصل الاهداف اللي كنتي حاطها في الاول. والامر الاخر هو انه بالنسبه للرتبه ديال انيماتور ادجوان، حنا نورمالمون كيكون عندك 30% في الارباح، وكتكون عندك 25% 25% في لي باريناج. فور ايفر دايره لك انت كانيماتور ادجوان، الا درتي الكاتر سي سي ديالك في الشهر كتزادك واحد 5%، وهذه اللي مزيانه بزاف. بحال هذاك الباغيناج كيولي تقريبا عندك ب 30% كتستافد منه، كيكونوا الارباح طالعين. وشكرا، شكرا على الحسن الانتباه ديالكم، وما عرفتش واش الاستاذه اسماء ولا الاستاذه رحيمه ولا الاستاذه امال حاضرين معنا يشاركوا معنا التتويج اللي حضروا ليه، ولا اللي كان الاستاذ حسن ولا الاستاذه سعاد عندهم شي اضافه ولا شي سؤال. فأنا في الاستماع، وشكرا لكم عطيتوني هذه الفرصة هذه نشارك معكم اليوم. بارك الله عليك سي احمد، شكرا لك انت على هاد الفورماسيون، اكيد المقاولين اليوم استفدوا معانا. بغيت نقص التليفون حيت كيعطيني ليكم. اكيد الاخوان والاخوات غيكونوا استفدوا معانا بزاف اليوم من القاعده الذهبيه اللي هي 4 سي سي. كما قال سي احمد، سي 4 سي 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 القاعدة الذهبية، سي سر النجاح مع فوغيفا، سي السر في البناء ديال المشروع ديال كل مقاول، السر ديال بناء المشروع ديال كل مقاول. إذا فوغيفا عطاتنا 4 سي سي باش حنا نبقاو نشيطين في المقاولة ديالنا. إذا لو بياج اللي غنقدر نقول للمقاولين اللي عندنا في هذا النوع ديال المقاوله هو ان ما عندناش باترون، ما عندناش اللي كيحكم فينا، ما عندناش كيقول لنا نوض تخدم، نوض دير، نوض تفعل، نوض ترباح، حتى واحد ما تيقولها لنا. اذا الكات سي سي
سي هذه القاعده بالضبط، ولا هذا النشاط بالضبط، ولا هذا لاكتيف بالضبط، سي هو اللي كيخلينا نلتزموا بالعمل ديالنا. اذا فوريفر اعطاتونا كنشاط، وكما قال سي حمد واحد النقطه اللي حتى انا بدوري في حق عجباتني بزاف، سي الحلال في العمل ديالنا. الى بزاف الناس ملي كيبغي يدخل الفوريفر كيبدا يسول على هذا النوع ديال الماركتين، واش حلال واش حرام واش هذا. وبصح ملي كنعطيو بلان دو رومينيراسيون وكنعطيو هذا الشرط ديال لاكتيف اللي هو، ولا هذا النشاط ديال 4 سي سي، كيبدا الواحد كيستوعب فين كاين الحلال في هذا العمل ديالنا. اذا فوريفر عطاتنا هذا النشاط ولا هذه القاعده، وعندها شروط التحقيق ديالها، والشروط ديال التحقيق ديالها هو في حق شار لهم سي حمد. مي انا صراحه بغيت نعاود نشير لهم بعجاله ان شاء الله، وديك الساعه نفتحوا المجال اللي عنده شي كيستيون ولا اللي عنده شي تدخل. ما عرفش واش كتبان لكم هذه الصوره سي حسن، كتبان؟ لا ما كتبانش. لا نحيد الضوء. سي احمد ديزاكس في بارطاج عفاك، حيد لي ديابو باش نبقاو. حيد عفاك الديابو سي احمد. مع الصفحة بيضاء سعاد باغا تبانش مزيان في الكاميرا. خصنا غير نحيدو الديابو، جو بونس غادي تقدر تبان، نتمنى. مازال سي احمد انا سحب. كنحاول في السؤال. غتمشي لبلاصه البارتاج وتعاود اها وكتحيدو كدير ستوب ستوب شيري. بارتاج، كيعطيوك بلاصه البارتاج وكدير ستوب بارتاج. لا البلاصه من كنتي بارتاجيتي ما تلغاش ليا، نشوف. كليكي في الصوره غيعطيوك بلاصه لو بارتاج، كليكي عليها وغادي يعطيوك ستوب بارتاج. مازال اوكي فهم، مازال ما حبسش البارطاج. انا نحبس من عندك احمد، احبس اخي حسن، احبس حاول ندير شي حاجه من عندي، بارطاج من عندي باش يعطيني نحبس البارطاج. دونك شير. اوكي دابا فابيان. غندير اوكي، نستوب الحمر شير. كملت سؤال، تفضل اختي. دابا كتبان ولا نحيد الضوء؟ الضوء عندي مجهد يمكن. لا ما غاتبانش، غير كملنا غير شرح اختي سعاد، حتى الكاميرا صغيرة ما غاتبانش مزيان. الورقة بيضاء. سي تخي بيان، مي انا غادي نحاول نشرحها. اذا 4 سي سي عندها شروط ديالها باش نكون انا كمقاول نشط، عندها شروط. الشرط الاول اني لحققتها كلها مبيعات، كلها مبيعات راه كنكون اكتيف، كنتسمى كوم بارتنير، راني اكتيف، النشاط ديالي اكتيف. بمعنى كما قال سي احمد، الربح ديالي المباشر انا كانيماتور ادجوان عندي 30%، وحققت مبيعات كلها ديال 4 سي سي، فوريفر كتضيف ليا 5% من الارباح ديالي. بيان سور بعت لي 4 سي سي، بعت لي 4 سي سي استفدت منهم، وفوريفر كتضيف ليا 5% من الارباح ديالي. اذا كما قلت لكانت كلها مبيعات كنتسمى مقاول او اف بي او اكتيف. اذا عاوتاني قاعده اخرى باش نكون اف بي او اكتيف، على الاقل نشري انا كونسوماسيون بيرسونيل ان سي سي، اما ناكل منها اما ناكلها اما نبيعها. اوكي ان سي سي او موان ان سي سي، سي الاستثمار الوحيد اللي عندي في لو بيزنس ديالي دو فوريفر، الاستثمار الوحيد. شكون لا فيترين كنستثمروا عليا ان سي سي. اذا كتبقى لي 3 سي سي، لي 3 سي سي اما كندير فيهم ان باريناج واللي بقى نحقق مبيعات، وانا كانيماتور اف بي او انيماتور ادجوان ان سي سي الى بعتو شلنا مع سي احمد اني كنربح لي تقريبا 1000 درهم، مزيانه بزاف. اي لو باريناج ديال 2 سي سي راه عندي الارباح ديالي، وانا اكتيف راه عندي 30% من لو باريناج. القاعده الثالثه، اذا 4 سي سي 1 سي سي توجور، اما كونسوماسيون اما مبيعات، كتبقى لي 3 سي سي نقدر ندير فيهم 2 باريناج، 2 باريناج و 2 باريناج، راني فت لي 3 سي سي، درت 2 سي سي في 2 سي سي، بمعنى 4 سي سي بلس 1 سي سي ديالي
اذا وحسبوا لي 30% ديال شاك باريناج، والان سي سي الا بعتها 1000 درهم شوفوا لي 4 سي سي شحال ممكن تخلي ليا وانا انيماتور ادجوان. اذا جد مهمه، اذا هاد القاعده بالضبط سي هي اللي نقدر نكون فيها اف بي او اكتيف، هذه مهمه بزاف. فوالا هادشي غير بغيت نعاود اونتر بارونتيز نزيد تاكيد باش تبان الاف بي او اكتيف وكيفاش ممكن الواحد يستفيد منها. اذا نشوفوا الاخوان والاخوات وما كرهناش كما قال الاخت رحيمه بوزيان بانت ليا معانا، اسماء صراخ ما عرفتش واش كاينه ولا لا، مي جو بونس رحيمه بوزيان تشارك معانا الارباح ديال لي 4 سي سي ولا اللي بغى يتشارك معنا شي حاجه يهز يدو بيان سور. اذا سي امين لويزي تفضل. مشكور سي امين لويزي، جو بونس عندك شي تدخل. ميكرو ميكرو اوكي امين رديت لكم مودراتور. عاد وليت كوم مودراتور. السلام عليكم بعدا، جيسبر كل شيء يكون بخير وعلى خير. شكرا سي احمد، تبارك الله عليك على لا فورماسيون، ما عندي ما يتسالك. صافي هادشي اللي قلته كامل هو لا باز، هو لي 8 اور باغ جور اللي كنخدمو ملي كنا فشي شركه هي لوبليغاسيون اللي خصنا نديرها كا اف بي، باش كنبينو اننا كنبونتيو لي زور دو ترافاي ديالنا. هادي مساله كاينه، مي انا كنشوف واحد الحاجه دابا ربما اللي كات سي سي ولا بزاف ديال اللعيبه واعيين بها وعارفين لي زافونتاج ديالها وكي فيها لا في اي بي اللي كندير حنا في الجروب ديالنا ديال اللي درتي تيم اللي هضرت عليه. انا هنا واحد الحاجه اللي كنشوفها، كنشوف لي زون اللي تبارك الله بحال الاخت رحيمه ولا بوزيان ولا اي واحد طلع ماناجر اللي كنشوفو في لي زيفينمون ديالنا، كتولو كيفاش او ماشي كتولو كيفاش، مي باش كنشوفهم في لي كاليفيكاسيون اللي كيدوزو ديك لي ريكونيسونس قداز اي بو بلس دار سوبر ستار دار 10 نقاط دار 12 الو. وحتى في الوظيفه ديالنا الكلاسيكيه وفي بزاف ديال الشركات اللي كان كانوا خدامين فيهم باش كنخدموا لي 8 اور بار جور اللي ما كان قلنا والي كيفالون ديال هاد لي 4 سي سي في الشهر، كيكون عندنا ان سالير اللي هو معروف عندنا واحد لاماين كنضمنوا اننا كناخذوا، حيت اذا ما خدمناش ديك 800 ساعه في النهار كنا كنسلتو ما كنديروش لوبجيكتيف ديالنا اوتوماتيكمون الخدمه يكون عندنا معاها مشاكل. صافي لاكتيفيتي فور باش نضمن ديك لو مينيموم خصني ندير 4 سي سي، ولكن في الخدمه ديالنا الكلاسيكيه الا بغيتي تطلع تولي مثلا كتب واحد الليفل وبغيتي تطلع الليفل نيكست ليفل ولا شي حاجه وبغيتي تكون في واحد الكراد في خدمتك اباك فور ايفر وبغيتي تطلع غالبا كدير شي خدمه شي حاجه ما كيديروهاش اللي كنقول في واحد الشركه اللي هي اونيت اللي هي معقوله كتقدر الكفاءات بزاف ديال الامور. يعني الناس اللي كيقدروا انهم يطلعوا في الكراد اللي يكون عندهم مداخل كبر يعني كصالير كصالير مدخول شهري ما كيخدموش غير لي 8 اور بار جور، ما كيديروش اي حاجه كيديروها بزاف ناس كيخدموا كيشتغلوا بشكل اللي هو اكثر سكي. فينا كنقول للمقاولين الكات سي سي كما شفنا السي البوي بي هي لا باز هو لو مينيموم، هذا غير لو مينيموم ماشي هو الهدف الشهري، الهدف الشهري المينيموم ماشي الهدف الشهري اللي خصو يتخدم. يعني اغلبيه الناس ربما حتى سي احمد البويبي باش دار لا كاليفيكاسيون انيماتور ما دارش غير 4 سي سي في الشهر ديالو ولا دار اكثر. السي حسن تا هو لا ميم شوز، مدام سعاد عبد ربي في لي موا اللي باش كنت باش طلعت انيماتور ولا باش طلعت ماناجر ولا باش درت بزاف ديال لي كراد ولا بزاف ديال التشالنج ما كنتش كندير غير 4 سي سي كندير اكثر. مي كما قالت مدام سعاد الفو غاردي لو مينيموم، يعني نحافظوا على لو مينيموم ديال لي 4 سي سي باغ موا. ومن هنا ونادي جميع المقاول اللي بغى يدير جراند بي يعني يطلع في الكراد ويدير شي انجازات اللي مكبرين، ما ديرش واحد ليميتور دو فيتاس ولا ما تليميتيش راسك في لا فيتاس، ما ديرش ما تقولش صافي انا في الشهر نقسمو كل سيمانه ندير نقطه باش في لا فان دي مون ديال 4 سي سي. هي صافي هذا لو مينيموم راه كيضمن، ولكن اذا عندك الامكانيه تخدم على اكثر قول لها الشهر ندير 10 ندير 15 النقطه ديالي عندي واحد 3 باريناج الشهر ولا 5 باريناج. الانسان يحاول ميليميتيش راسو، هذه الحاجه اللي هي مهمه بزاف. وكل ما حيدتي ديك ليميتور فيتاس ولكن كتخلي لو مينيموم في 4 د الاساسي كل ما كتكون الامكانيه انك تطلع باش كتاسير لا دوبليكاسيون. النقطه ديال لا دوبليكاسيون اللي هضر عليها السي احمد البويبي قبيله نقطه مهمه بزاف. وعطى اكزومبل مثلا كتكون انت وكيكون معك 5 ديال الناس، انا كنقول باش تلقى ديك 5 ديال الناس انت كمقاول خصك ما تكونش كدير غير 4
انا ماشي كنضرب في الباب، بالعكس انا كنزيد نفالوريزو، كنفالوريزو ان الانسان يخدم اكثر منا. الوغ لو اف يو يخدم في شاك مو يدير يكون معاه بزاف ديال الناس، حيت كل ما كانوا معاك بزاف ديال الاف يو في ليكيب ديالك غتلقى دي جون اللي كيزادوا الاحتمال انك تلقى دي جون اللي غادي يدوبليكيو داكشي اللي كدير. يعني خصك ما تليميتيش راسك، خدم على لو ماكسيموم ديال لي سيسي شاك موا، لو ماكسيموم ديال لي باريناج، باش تلقى دي جون اللي غادي يديروا بحالك هما يخدموا على لو مينيموم ديال لي 4 سيسي. كوم سا كتكون ليفوليسيون، حيت كاين دي اف يو كيدير 4 سيسي كيبقى يدير غير كيديرها كيدوز عام وكيلقى راسو غير بوحديتو، كيقدر كيكون مع دي كيباريني كيلكو بيرسون، ولكن كاين اللي ما كيستمرش وكيلقى راسو 6 شهور عام عامين وكيدير غير 4 سيسي غير بوحدو. الوغ اون فوا كتشوف واحد الشهر شهرين دار 6 8 10 نقاط كتلقى تطلع في الكراد. دونك هذه الحاجه اللي بغيت نقول وبغيت ننادي بها المقاولين، حيدوا محدد السرعه وافضل على الاكسيلاتور باش ان شاء الله تحققوا الانجازات اللي مكبر. شكرا لك سي احمد من جديد. بارك الله عليك سي امين، شكرا شكرا بزاف، بارك الله عليك. مرحبا مرحبا مرحبا. عندك الحق سي امين، دي فوا وطرات لي انا، بعدا طرات لي في البدايات ديالي، مي واخا هكاك الحمد لله بقيت ملتزمه بقيت ملتزمه بالاكتيف ديالي. هو داك كيجي واحد الوقت كتلقى راسك بوحدك في ليكيب ديالك كدير 4 سي سي، وهاد المساله هادي كتلاحظ ان دي فوا كتقول وعلاش غنديرها، كتقول لها وعلاش غنديرها، كترالك دي فوا كترالك. بيني وبينك شنو اللي غيخليني نديرها؟ لان النجاح نورمالمون سي انا اللي غننجح، ومني كندير 4 سي 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 راني كنتعلم دائما اني نبروسبيكتي ناس جداد، دائما اني نباريني ناس جداد. شكون قال اني غنباريني بداك لو موا واحد الشخص اللي غيكون احسن مني انا؟ الا كنت انا غندير 4 سي سي يقدر هو يدير عشرات لي سي سي، فهمتي كيفاش؟ اذا سي راه هذا هو السر فوغيفر، السر في هذه المساله هذه هو اني انا اللي غنجح. ديما خصني نهضر مع راسي انا اللي غنجح، مي 4 سي سي كيخليو لي وكيخليو لي، اذا انا اللي غنجح. واشاك فوا كيما قلتي لقيت اني غندير اكثر من 4 سي سي، غنضربها في جوج نضربها في ثلاثه نخدم عليها، كل الارباح ديالي كل ديالي انا، سي مون بيزنس هذا، سي با ما نتحاسبش مع راسي، يمكنش نتحاسب مع راسي في البيزنس ديالي، امبوسيبل. اذا الاخت رحيمه سعاد وين تقدر جهزيتي اسمح لي ما شفتكش، تفضل ابخي دوز مدام رحيمه نعطيوها تفتح الصوت ديالها، تفضل سي حسن ابو الوفا اسمح لي. دونك. شكرا سي احمد تبارك الله عليك اخي، استفدنا بزاف على القيمه ديال 4 سي سي. كيف ما قال سي امير الويزي 4 سي سي كنعتبروه هي ديك اللبنه الاساسيه في المشروع ديالنا. ففور ايفر لبين نهار في الاول ريكسمون اول حاجه غادي يديرها قبل ما يكري لا سوسيتي شركه فور ايفر، اول حاجه كان دار ريكسمون هو ان كان دار واحد الشيما، واحد المخطط التسويقي. الى شفتوا ديك الفيديو اللي فيه 10 دقائق ديال ريكسمون كيعاود على الانطلاقه وصعوبات الانطلاقه في الشركه، فيديو زوين ننصح اي مقاول يتفرج فيه، كاين ترجمه بالعربيه والفرنسي. دونك اول حاجه دار هو دار البلان، واحد الشيما، واحد الشجره اللي فيها لي 4 سي سي، غتبان لكم في ذاك الفيديو 4 سي سي هي الاولى دارها. عاد قلب على شنو هو المنتوج اللي بي غيديبليك هادي 4 سي سي باش انه شخص كيبحث شي بدافير. فانا نهار دخلت فوق غير ليفين كاجير كسالاري كواحد يعني كامن بالوظيفه، خدم من الاول شهر لتخوت باش نتخلص في الاخر شهر السالير في الاخر شهر. دونك ما دخلتش فوق انا عندي عقليه المقاول، ولكن الحمد لله يعني كانت محظوظ ان فضل عند الله سبحانه وتعالى انني بالزربه داك الشهر الاول ديالي حاولت ندير داك لا ترانزيسيون، داك الانتقال لعقلية المقاول. يعني فهمت باللي هذه راه مقاولة، وأي مقاول عندها أساسيات ديالها، متبقاش تقول ولا وعلاش داروا 4 سي سي، كنا داروا هذا كون كذا وكذا، ولا فلان عندك 4 سي سي غادي يربح فلان ولا فلان. فهمت هادشي، فهمت باللي أنا كاين أن سيستيم دايرها الشركة هو لا باز 4 سي سي اي بليس، ونعلمها للناس اللي معايا ونطور مجموعة باش هكا غادي ينجح. فانا ما عمر هادشي كلشي عارفينه باش ما غاديش نعاودو، مي انا بغيت نبارطاجي غير شي امور بعد 5 دقائق بسرعه بزاف، باش امور هي بالصوره باش هكا توصل الفكره. انا بالنسبه لي كتبان لي 4 سي سي هي
واحد الصورة عارف امين هاد لافواتير. انا هاد المشروع درتو بوغ دي زوبجيكتيف كبار ماشي بوغ صغار، ماشي بوغ ان ريفون ديال 2000 4000 5000 اهداف اللي هما كبار الحمد لله، حققنا منهم بزاف بزاف حوايج اللي هما كبار. فبالنسبة ليا كتخصيصي اللي هي خلاتني كتخصيصي في الشهر، خلاتني انا عندي واحد السيارة ديالي خديتها راه شي حاجة قليلة كأنتربرونيا ولا أنتربريز كلاسيك، راه خصك دير واحد الشي بدا فير بوحدك كبير ولي شارج باش ديرها. داكوغ الحاجة الأولى هاديك بغيت الفكرة نوصلها لكم، أن أن شي بدا فير اللي هو صغير ونعلمو أحسن من لي ندير مشروع كلاسيك ونخدم بزاف ديال الحوايج وأنفيست بزاف باش نوصل ليه. تخصصي باش نفهمها مزال ولا التصوير شي ماتيزا قدامي ندير هدف فوالا، انا هاد الشهر بدل اكاتيسي بغيت ندير مبيعات غادي نحول لطوي فوالا، نخدم على لاكاونت شهر ديتوكس كذا 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 ونجمع النقاط ديال كل حاجة. هادي الصورة ديال كتخصيصي قدامكم على اليسار فقط عن طريق المبيعات، هادي جوج ديتوكس جوج بيدوات جوج بينكتار جوج امبلان جوج هذا، هادي الحسبة الفاصلة عطاتني هادي كتخصيصي ماشي بزاف بينكم عندي برودوي كاملين جوج جوج من الحاجات الحاجة ماشي بزاف، انا شي 10 من هذا 20 من هذا 40 من هذا جوج من الحاجة كيتقبل في مشروع اللي شي كلاسيك كبير يبيع 10 خص يبيع 100 حبة من هذه يبيع 100 من هذه باش انه كيدير واحد الشيء دافير باش يحيد بلا شارج ديالو. الا درنا كاتس حولناها عن طريق بالبيع احتضان غتكون في حالة كي لاحظوا ولا تقليله ديفونتي هما قلال و ان باغيناج ام اف ايزي سات جوري في دو بوان دو بوان دو بوان هي كتخصيصي، هكا كتكون انت اكتيف وكتبني واحد اللبنة ديال المشروع ديالك وبها غادي تعلمها تعلمها ليكيب ديالك وغتلقى انك انت كدير سميتو كدير لو كراد ديالك ولا كدير الكرافيكس ديالك. دونك في البداية ديالي كيف ما قال السي امين كنت ديما كنشوف انا كتخصيصي مزيان تعلمها ونعلمها الناس اللي معايا. عطاك غير مثال واحد الشهورة ديال الوقت اللي ندير انا لو كراد من انيماتور وماناجر جوا، لاحظوا في فيفري في شهر جوج 2017 هاد النقاط اللي هنا على حدا الشهر هادو هما النقاط عن طريق لي كوموند هما اللي كتسمو اكتيف لي كوموند اشا دي كوموند اما كونسونس ولا بيع، ولحداهم هما الخانة الثانية هما النقاط عن طريق الباريناج احتضان اما باريناج بالباك ديالنا ولا الكليون بريفيليجي دو 3 4 بيرسون كليون بريفيليجي دير نص تختار هذاك تسمى باريناج كليون بريفيليجي. فيفري 2017 درت انا جوج نقاط فاصلة 221 مشتريات مبيعات بالبيع والاستهلاك، ودرت واحد الباريناج دي باريناج دوسوم عن طريق كليون بريفيليجي عطاتني نقاط 800 مجموع هي شحال هي 4 ديال النقاط. وحيت انا اكتيف ليكيب كيولي تبعك انت، شوف حنا في ليكيب في الدومين ديالنا حنا كنهضروا على لي سيستيم ديال دوبليكاسيون استنساخ داكشي اللي غادي انت وتقدم كدير غادي ليكيب ديالك كنت كدير كات سي سي ديم في لا جورني في اي بي ديم في لا ريكونيسونس ديم في لي تيمونياج ديم حاضر في هذا كدير ليكيب كيشوفك انت شنو كدير بلا ما تقول ليه دير انت كدير انت اكتيف خدام تفكر ديفلوبي كدير تستخدم كدير مبيعات غير مبيعات في حالك غتعلمو داكشي اللي كدير. لقيت بلي ليكيب هاد الخانة التالتة هما النقاط ديال الفريق زائد النقاط بين نقاط المشتريات ديالي والفريق، وهنا الخانة الرابعة هي النقاط ديال المجموع بين المبيعات ديالي وبالباغاج اللي كندير والفريق بالمجموع. لاحظوا حيت انا اكتيف وليت كندير 11.900 بخاصك 12 الشهر الموالي طلعت البارين 3 نقاط في لي كوموند 4 نقاط في الباريناج في ليكيب طلعوا تاني النقاط لقيت ديال 15% شهر 4 في المشتريات لي كوموند بوغ لا فونت و كونسوماسيون بريس 3.5 في الباريناج 3.5 تقريبا في ليكيب. لاحظوا حيت كان باريني و كنعلم ليكيب طلعت 26.5 في مجموع ولا 30 في مجموع ديال النقاط. داكوغ في شهر 5 درت 10.600 مشتريات بيرسونيل دي كوموند في ليكيب حيت ركزت مع البيع كثر كانت جاني باريناج دي جون مواجدين وانا خدام
انا نطلع البارين هنا كتولي كتحكم في الكارتيس ديالك. شو كيوقع لايبوشي مرات تقول انا غندير 7 نقاط بيع وكيتعطل ليه البيع تيبقى غير في الاخر شكيك من زيرو سي سي، ماشي كيحاول مرة يخدم باريناج وبيع اون باغالي ويكيليبري كل شهر ايكيليبري وما يلحق له كنز، نكون قريب واحد 90% ديال لاكتيف ديالو ولا اكثر. هنا مع ليكيب 34 زاد دير 94 يقول 45 نقطة. دوز ماناجر جوا لاحظتوا كل ما انا كنطلع البيرسونال ديالي ما كنبقاش نتحاسب كيما قال سي امين، كنطلع الهدف كنخدم 10 نقاط بيع على فلوس تبارك الله، راه مبيعات ارباح كثيره كتدخل لجيبك داكوغ. لاحظوا باش نوقع شهر 6 2017 درت مبيعات 3200 والبارلد غير 1997. علاش؟ حيت ولات عندي ايكيب ديفلوبات، حيت بس عاوتاني ايكيليفري بين المبيعات وبين الفريق، وهذا خطا كيديروا الاف بي او كيما قال السي امين مطلب سعاد كيدير كاتس بوحدو وصافي كيعاودها، ما كيحاولش ليكيب خدمه تحفيز روغينيو دور دي ميتين بلون داكسيون باش ان كلشي ديبليكي داكشي اللي كنديرو باش كنا انا نديفلوب المشروع ديالنا. لاحظوا ملي عاوتاني ليكيب تعلمتو درت 41 عاوتاني 44 700 موراها شنو غادي يوقع؟ 6 نقاط 600 مبيعات 4 نقاط في الباغيناج، ليكيب اللي علمنا داكشي طلعت من 41 طلعت ل 70 مجموع 76 76% زائد 44 700 هي بخاسك أكثر من 120 نقطة. يعني هي ماناجر تقديمها كانت 120 في الشهر، يعني كانت 150 في 4 شهور، دارت لوغراد ماناجر. كخلاصة اللي بغيت نقول لكم الشباب، كل ما كتشوف كطلع البارين ما كتبقاش تليميتي راسك بوان كاتسيسي حيت كاتسيسي واحد القاعدة واحد الفريضة، مي كل ما كترتي من السنن ومن اللي تقولوا المهم بحال نقول المهم السنن نوافل الأخير ها نوافل نوافل كل ما مزيان في لافير. فعلاش كاتسيسي هنا غنختم بها علاش كاتسيسي؟ لاحظوا انا مناطر درتها عام وقول عام بطلت عام 4 شهور تقريبا، هذيك اللي كانت السكت كنديرو كنعلمها ليكيب لي بونيس ملي كنت عام بطلت درت سوسيت باش لي بونيس ديالي جمعت لي فلوس صحيحه. راه كاين اللي كتلقى عام عامين وفو غافر في الكارتيسي، دوك لي بونيس القلاله كيتجمعوا لك ديال المبيعات 5% وداك الشيء كتلقى ما عندكش بونيس اللي هو كبير. حيت انا امنت بها بقيت كنديرها الى اخره. شنو وقع؟ لاحظوا شنو غادي يوقع، عندكم مثال بسيط شنو غادي يوقع. ملي انا طلعت ماناجر ودرت سوسيتي ديالي شحال دازت لي في البونيس؟ شحال دازت لي؟ لاحظ شحال دازت لي. هادي نهار 12 في شهر 10 2017 العام درت فيه ماناجر، درتو في شهر 7 شهر 8 9 10 دازت لي. اي فيغمو اون فافور اون فوتر فافور دو فوغي فيغ ليفين شحال فيها؟ 84 ألف درهم، 8.5 في عام ونص. تصور كون مكنتش كندير لاكتيف ديالي وكن واش كتقدر تجمع لي هاد الفلوس هادي؟ واش كاين شي صندوق بالتقاعد، صندوق ديال الضمان الاجتماعي، شي دارت كيف ما كنسميوها اللي في عام ونص حيت انت كدير واحد لوبجيكتيف كتربح فيه خدام غتجمع لك 8.5 ديال المليون وغتجيك الكونت ديالك؟ امبوسيبل. دوك تما فهمت باللي انا لاكتيف ديالي ما نتحسش مع راسي ونبقى اونجاجي، راه هذاك هو اللي هو السبيل الوحيد باش انا نحقق اهداف اللي هما كبار. وباش ندير لي كات خصيصي ما ناخذهاش الشباب انها واحد ثقيله عرفتي اوه كات خصيصي كندير ليه. شوف تمتع وانت كدير لي كات خصيصي، حسب راسك هذا المشروع ديالك خصك دير واحد لوبجيكتيف ديال البروجي ديالك، ماشي حيت المناجر قال لك الو سي احمد واتشهر شنو غدير؟ غدير كتخصصي ولا لسه شحال؟ الو فلان وما درتيش والا صاحبي نو ما تدرش شي حاجه تحاسبك، حنا لي مناجر ما غنحاسبوكش ما غنلومكش ما غنقولكش الو فلان قال ما درتي. شوف كتبقى هادي الهدف ديالك، نوريك ها الخير اللي تابعك اللي جايك الى درتي هاد الخدمه اللي تنقول لك، وكيبقى لك الاختيار. والسلام عليكم، أسفة إذا طولت.
الحسن ما سخيناش فيكم، والله ما سخيناش. بارك الله، تبارك الله، تبارك الله، لين رجلي طالع بزاف. الله يعطيك اللهم الصحة، بارك. الله يعطيك الصحة سي حسن. فوالا صافي، بقى لنا آخر تدخل إن شاء الله. اسمح لنا مدام بأن رحيمة، ديجا نغويدي عندنا ميكرو. قبل آخر تأكينا. رحيمة أبو زيان ديجا حلينا لها الميكروفون، تفضل مشكورة. أبخي إن السلام شاء الله. عليكم. مرحبا السلام عليكم. سي رحيمة. وعليكم السلام. سي عبد الرحيم هذا. الشيماء، قلت لها السي شيماء في العرض اللي فات. دابا السي رحيمة. مرحبا مدام. عرفتي علاش يا سي حسن؟ لأن راه غير دو ماناجر فام، تبارك الله، روت لي زوم. احنا وهي جايبينكم لا بلاتي. صافي صافي صافي، الله الا برافو. فرحتونا ان شاء كاينين، الله. كاينين لا لا اللي ما فا صار دابا، كاينين ولي اللي ما فا لا ما كبار. غير شخصوا صافي. لا كولابوغاسيون، لا كولابوغاسيون اختي رحيمه، بحكم ان من الكبرات كولابوغاسيون تبقى اكثر من 50 مراجع كاين تقريبا في فوالا الكولابوغاسيون ديالنا. مات سمنا بلي كولابوغاسيون ما صغار، راه كاينين بزاف اللي فا تبارك الله انا معانا اللي في فاهم. الكبار. غير اللي في شي تيب واحد لي مناطق اللي خدامين مجموعين، كاين فرونت لاين، كاين مجموعة كذا، مجموعة كذا، كله ايكيب واحد خدامين. الله يلمي عمة تبارك الله. زايدين تاني مرحبا انتم جاي بخير. اختي رحيم، نعطيك كوموديغاتور باش تخدم لك راسك وتحبس راسك. انت دابا وليتي كوبيلوت، ترقيتي كوموديغاتور. مبروك اختي، مبروك مباشرة، مبروك مباشرة دابا. خدمي عندك الميكرو رحيم، خدمي عندك الميكرو، تحل الميكرو. حيت باردون كان يدخل لي مكالمة ورجعت لي الميكرو. شي شي مكالمة اللي هذا دونك. غادي نفرفو، غادي تكون دي نيسونس. واخا عندنا المنقضة. 56 عام، غادي نديرو وليدات اخرين جداد. شوف تحياتي اختي رحيمة، بالعكس شوف والله العظيم الله احنا يسلمك. فخورين بكم. نشوف دي فام تبارك الله في الخمسينات وباقين اكتيف خدامين وعندهم اهداف وخدامين لغات خباج صداق ديال الحياة وكيتمتعوا فور ايفر، ماشي كيديروا بوغ الفلوس فقط، مي فوالا. متعة وصحة وهذا هذا هو فور ايفر. الحمد لله. انا راه سي حسن خزت شويه في واحد لو غراد ديال ماناجر ادجوان اوباغافون في لو ريزو ديك الاخر، الجولة اللي كيتلاقاني كيقول لي باقا فور باقا باقا، واش فهمتي؟ ولكن كنت انا دائما كنحافظ على لي كات سي سي. علاش؟ لان ان كونسوماسيون فورت بيرسونيل وديال الوليدات وهذا، وربيت ان كليونتيل ثقة اللي خلاتي انا متشبته بفوريفر والمنتوجات. شافت الناس، دازت الثقة للناس عبر ثقتي في المنتوج. دونك اوتوماتيكمون اللي مشاو معايا في واحد المدة بقاو معايا دي كليون، وكاين اللي دازو افير، دازو يعني داروا لو راغريمون، دونك اقترحت عليهم. ولكن دابا مع هذه البداية تبارك الله، مع الليدرشيب تيم ومع واحد المواكبة كانت رائعة من طرف بزاف ديال الأعضاء، اللي كنشكركم كاملين، والسي سهيلي على رأسنا لأنه تبع معنا دو بخي وهذا وهذا، واللقاءات ولي زيفينمون وتبارك الله لي جورني في اي بي وهذا، كانت تشجيعات كبيرة تبارك الله من عندكم. دونك حنا كيف قلت يا سي حسن، متعة وميم طون دايرين فوغافاغ، يعني عمل ومتعة، ما دايرينهاش كورفي. دونك دايرين وعزيزه علينا، وكنحبوا المنتوج وكنحبوا لافير وكنحبوا المجمع ديال فوغافيغ. الصدق اولا، ما فيش لغناك، ما فيش، ما كننجرش الناس باش غير نجرهم عندي ولا شي حاجه، وكيوقفوا على هذا الكلام. دونك كنقولها له من الاول، كنقولوا فوالا شنو كاين وشنو كاين، كيدور حتى عيا وكيقول لي والله يا اختي رحيمه راه تلاقيت في المناسبه ولا هنا، وهداك الشيء اللي كتقولي ولا يني ولا يني. دونك هنا بحال اللي كيحشم راسه. دونك بزاف الناس دخلوا معايا غير بهذا الشكل هكا، خليتهم على خاطرهم. خديت المسار شويه طويل، ولكن الحمد لله جي كون جي روفي مع ليدرشيب تيم سيتي تري فيت، يعني كان الهدف كان بيان سيبلي الحمد لله. ونرجعوا شويه اللي كات سي سي، باش نعطي غير واحد النبذه بالزربه على يعني الاحساس ديالي اونفير كات سي سي. انا دائما كيف قلت لكم كونسوماسيون اكسيسيف عندي بيرسونيل ومع الوليدات ومع لا كليونتيل اللي تربات لي، لقيت راسي انني ولفتها امبوسيبل شي شهر الا حسيت راسي ما درتهاش، من ميم ندير ان سي سي كتجيني ناقصه. دونك كنبقى من هنا كنلقى راسي درت 6 8 10 12، كنهبط عاوتاني شويه كنطلع. المهم حتى جاو الشهور اللي كانوا عطاو الثمار ديالهم بشكل زوين. فوالا دونك سر النجاح كيف كنقولوا لك كات سي سي. كنتلاقاو ناس تبارك الله كيجيو من دول اخرين في دي زيفينمون،
وكتقول له شنو هو النجاح فور ايفر، سي كوا يعني لا كلي دو ريوسيت، كيقول لك كاتسيس، كيدير لك ها فوالا. ايوا الحمد لله. جيسبر ما نطولوش عليكم. فوالا سي حسين، سي حسن لاله سعاد، مسيو سعاد لا شكرا لك مدام سي رحيم، الله احمد، يعطيك الصحة شكرا سي احمد عليك، والجميع، الله الله يعطيك يبارك الصحة. فيك بارك لنا الله سعاد. فيك. شكرا عرفتي اختي رحيمة، نعم كما قلت لك كنتلاقاو مع بزاف لي ماناجير وكيهضروا على لي كاتر سي سي، يمكن دوطخ ماناجير من نعم خارج المغرب. غنقول لك تلاقينا مع دي ماناجير ديامون، بمعنى ماناجير ديامون ما شاء الله راه تقريبا صافي خدا لا روتريت، خدا لا روتريت من لاكتيف بيرسونيل. من الاكتيف بيان سور. مي تيقول لك نو انا باقي توجور اكتيف، كيقول لك انا ما توجور شاء الله اكتيف، لان ولات برانسيب، كيقول اغلب كلهم تيقولوا نفس الهضره، تيقول لك في ولات الدم، عندنا والله إلا كتدخل في الدم. برانسيب، حيت شنو فيها؟ فيها لو بارتاج، ولو بارتاج راه هو داخل في التربيه، داخل في الاخلاق، داخل في الخير، فهمتي؟ ما بقاش كيسيون خصني نديرها باش نربح، كتولي برانسيب عندك. نو انا خدمتي سي لو بارتاج، كنبارطاجي هذا الخير هذا. ورغم هذا الاعفاء باقي تيديروا لي 4 سي سي ديالهم، سي المينيموم عندهم غير في لا كونسوماسيون بيرسونيل لي لو اكزاكتومون بارتاج. وانا النهار فوالا سعاد، النهار المخير عندي والزوين واللي يطلع ليا غزال هو ملي كنعرف انكولي جيم فور ايفر، والله العظيم ليلى بصح. كطلع الكود الامانه كنبدا نعيط للدار، ردوا البال حضيو عندك راه غيعيطوا زعما ليلى انا غموض. عندي واحد تجربه عشتها، اني دائما مني كنبدا الشهر لو ان لو دو، الا تعطلت لو سانك، الا تعطلت كندير او موا بيان-اتر زيرو دو. ديتوكس، او موا كنجيبو، ما شوف كنحطو ليا وغيخرج، المهم كنجيبو. حيد هذاك الزيرو. مني كان والله العظيم مني كندير هاد الفال هكذا، كنلقى مي كاتر سي سي كيقدروا نساليهم في الاسبوع، ولا لا تعطلت في الاسبوعين الاولين مي كاتر سي سي. اذا سبحان لي الله. دو سومين الاخرين كنخدم وانا اليز معايا مع راسي مع ليكيب، وكنقلب على دوطخ سي سي، بمعنى كنت كنلقى راسي في 6 في 7 في 8 لي سي سي ولا اكثر، فهمت؟ اذا مزيان ان الشهر نحاولوا زعما قبل ما ندوزوا لسي امي لويزي اسمح لينا، ان الشهر نحاول نقسمه في 4 لي سومان. الا شديت كاتر سي سي وصرفتها على هاد لي سومان، شاك سومان اني على الاقل نخرج فيها ان سي سي، ندير لكم اوبجيكتيف تحفيز، نحفز راسي في طريقه العمل اني نخرج ان سي سي في سيمانه، نصرفها هكا. وكل اسبوع بيني وبينك راه فيه 7 ايام، اذا 7 ايام في لو ترافاي ديالي اليومي، راه خصني كل يوم نخرج كيلكو سي سي باش نكمل ان سي سي على القليله في الاسبوع الاول، وغدا هكذاك وغدا هكذاك، ماشي نخلي مي كاتر سي سي تا الاسبوع الاخر ونولي كنتسابق مع الوقت، كنتسابق مع لي جوغ، وكنولي مستريسي. نو ما نتستريساش معاها باش ما تبانش ليا بحال شي غول، والله سينو غادي تولي غتولي كت شتي اون فوا سبحان الله، واللي مجربها راه غيقول لي عندك الحق، اون فوا ما درتهاش هذا الشهر كنولف ما نديرهاش، كنولف ما نديرهاش، وغتعيا غتحس بالتعب وغتحس بالعيا. الله صح. امين. انا اعطيت الميكرو امين باش ان شاء الله. اخر جمله، لكن تبارك الله الاخت رحيمه وفيليستاسيون، تبارك الله ميرسي يتسهل بوكو، كل خير، الله انا فخور يسلمك بك يا انك في امين، الجروب ديالنا. الله طول الله عمرك، يسلمك الله يحفظك، الله لك يعطيكم الصحه بالذات، كاملين، الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحاجه الاخيره اللي بغيت نقول سي كو اللي كتجيه كات سي سي صعيبه هي غير كيسيون ديال البرمجه ديال الدماغ. كما قالت مدام رحيمه ما ناخذوش ككور في حاجه اللي هي قاصحه فوق الجهد ديالنا، نخدموها بمتعه. انا كنقول اللي كتجيه كات سي سي صعيبه شنو خصني يدير؟ خصني يفيزي انا يدير 5 ولا 6 ديال النقط. تقول كيفاش حنا كات سي سي صعيبه ندير معاهم 5 ولا 6؟ شوف ملي كتفيزي حاجه كثيره كطلع الليفل ديال لوبجيكتيف، لوبجيكتيف في الطريق ديالو كتلقى راسك فريمون وصلتي لديك الهدف ديالك. اذا كنتي كتفيزي غير كات سي سي وقسمتيها فريمون على الشهر غير بوحديتها وانت ديجا كتجيك صعيبه اقدر ما توصلش ليها، من الاحسن تحط اوبجيكتيف كثر وتقول مثلا كل سيمانه انا كنضيف المدام سعاد كنزيك الهضره ديالها. هذيك الاشخاص الشخص اللي كيدير اللي كتجي كاسيسي عاديه يقدر يقسم هذه النقطه في السيمانه تجي عاديه، اما اللي كتجي فريمون
كتجي قاصح يطلع الليفل كل سيمانه يدير مثلا، نقول كل سيمانه يدير نقطه ونص جوج، غتلقى راسك كاتسيس وصلتي ليها. دونك الا كانت كتجي كاتسيس باختصار، هذيك كنسمعها في الاول الطالب باش بديت الباصال ديالي، دونك الا كانت كتجي كاتسيس صعيبه ديزي خمسه. تحياتي لك وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. شهر 8 ان شاء الله هو شهر ديال التحديات، شهر ديال الانجازات. نبغي ان شاء الله ليكيب ديالنا انهم يكونوا متميزين هذا المو هذا، غيكون ان شاء الله في المو سبتمبر يكون ان ايفينمون، غيكون في علا الفاسي، لا صال اللي هي تبارك الله كبيره بزاف، مسرح اللي هو فخم، غتكون فيه لا ريكونيسونس ديالكم الناس اللي يديروا كاتسي سي اي بلس مزيان تفيزيو كذلك، انكم تكونوا في لي توب 10 فريمون، تاخذوا شي تروفي ريكونيسونس، هذاك الشيء كيكون زوين تبارك الله. احنا عندنا دابا عندكم راكم شونس، عندكم لا شونس ان دابا اليوم انا حاضر معنا في هاد لا فورماسيون، وراكم ديجا في لاكتيفيتي ديجا، سي كل خدمتي لي 4 سي سي مينيموم في هاد 3 شهور الجايه، لو مينيموم 4 سي سي في كل شهر، راه كتكون عندنا في لوفاج اللي غادي يكون في الاول ديال شهر 11. اذا فيزيتي لا كاليفيكاسيون انيماتور في هادي 2 موا تكون فيها على الاقل كدير 4 سي سي انت والكيب ديالك، كنتي انيماتور تكون معنا ان شاء الله في لوفاج. دونك خدموا على دي تشالنج وربطهم بالاكتيفيتي، غتلقى راسك باغ لا سويس راك طلعتي في لي كراد ودرتي بزاف ديال الامور اللي ما كبار. لا مزيد نشدكم، هذا اللي كان في المداخله ديال الاخيره.